إذا نظام لينكس نظام سهل الاستخدام وأي شخص ممكن يقدر يستخدمه، فليش كل الشروحات اللي على الإنترنت تستخدم الطرفية والتيرمينال؟ خليك معنا عشان تعرف. السلام عليكم، معكم أخوكم محمد البلوشي، وفي هذا الفيديو راح أشرح لكم ليش الشروحات اللي على الإنترنت سواء كانت في فيديوهات أو حتى في مقالات زي ما أنا مسوي هنا كلها تستخدم الطرفية أو التيرمينال في الشروحات. ففي حالة تثبيت برنامجي أنا لازم تدخل هذا الأمر في الطرفية والتيرمينال، وإذا كنت بتشوف كيف تستخدم البرنامج لازم تضع هذا أو تدخل هذا الرمز الأمر في الطرفية، وإذا كنت تبغى واجهة مستخدم في الطرفية كمان هذا الخيار لك. فليش كلنا نستخدم الترمينال في حل المشاكل في نظام لينكس وحتى في الشروحات؟ ليش ما نستخدم مثلا واجهة المستخدم في حل المشاكل؟ مثلا في ويندوز تقدر تحل مشاكل كثيرة عن طريق مركز التحكم، واللي هو عن طريق واجهة المستخدم مو عن طريق الطرفية. السبب يعود لشيء جدا مهم، وهو عدم وجود واجهة مستخدم واحدة في نظام لينكس. في عشرات بيات أسطح المكتب على لينكس اللي يعني مثلا اللي تشبه ويندوز، يعني مثلا عندك KDE بلازما، واللي يعني مثلا قريبة من ماك أو نظام ماك عندك مثلا جنوم وبانثيون وبجي، وكمان يعني للأسطح المكتب الخفيفة مثلا عندك XFCE والXQT وغيرها الكثير اللي ما عددتها. وهذا يعني زي ما شايفين أسطح المكتب جدا كثير على لينكس. والسبب الثاني لاستخدام الطرفية في لينكس هو إنها شيء جدا جبار إذا أنت تعرفت على طريقة استخدامه. إذا أنت تعرفت على طريقة استخدام التيرمينال أو الطرفية تقدر تحل مشاكل جدا كثيرة في يعني طرفة عين أو في بسرعة البرق على قوله. يعني مثلا أنت بتحمل 10 برامج 20 برنامج 30 برنامج، تقدر بأمر واحد تحمل ذي البرامج بكل سهولة. وإذا مثلا تبي تنقل 100 ملف من مجلد لمجلد معين وتبي تغير أساميها تقدر تسوي شيل سكريبت بسيط يقدر يسوي لك ذي المهمات في غضون ثواني. فإذا أنت تعرفت على طرفية لينكس وكيف تستخدمها هتفتح لك أبواب جدا كثير، هتسهل لك وقتك هذا واحد، هتخليك أنت يعني مثلا عندك خبرة في يعني أشياء جدا كثير، لأنه طرفية لينكس مستخدمة كمان في ماك أو إس. ماك أو إس يستخدم باش وزي إس إتش كطرفية، وكمان الطرفية حقت لينكس هي الطرفية اللي يعني عالمية مستخدمة حتى في ويندوز إذا تبي تستخدمها عن طريق الويندوز سب سيستم فور لينكس. ولا ننسى السبب الكبير يعني اللي ممكن الواحد يتعلم طرفية لينكس هو السيرفرات. وسبب يعود لاستخدام الطرفية لينكس يعني في السحابة والسيرفرات هو إنهم يبغوا يستهلكوا العتاد بشكل جدا قليل، يعني ما يبغوا المعالج يكون مشغول بواجهة المستخدم وذي الأشياء، يبغوا يكون مشغول في خدمة المستهلكين وكذا يعني يلاقوا ربحهم. الأشياء اللي ممكن تساعدك فيها إذا تعلمت طرفية لينكس هي هندسة الشبكات. هندسة الشبكات ممكن تكون مبنية على لينكس، وبالتالي ممكن تستخدم نفس الأوامر اللي يعني موجودة على لينكس. فإذا أنت ممكن تعرفت على استخدام طرفية لينكس هذه الأبواب كلها تنفتح قدامك. فهذه أهم سببين شفتها لاستخدام الطرفية في لينكس. فإذا عندك أي سبب ثاني اكتب لنا هو في الكومنتس وقولوا لي رأيكم في الطرفية، هل هي شيء ممكن يخوفكم أو أنت مثلا دحين صرت جدا فنان فيها؟ اكتبوا لي في الكومنتس بشوف رأيكم في هذا الشيء. وإذا عجبك محتوى القناة وتبي تدعمني ماديا تقدر تروح على صفحتي على الباتريون وتقدر تدعمني هناك، وأكون جدا شاكر لك. كان معكم أخوكم محمد البلوشي، والسلام عليكم.